الخير عليكم وعلى كل بيوت مصر. النهارده حلقه جديده من برنامجكم وزيره العقارات. النهارده هنتكلم عن حلقه بتخص السياحه وتاثير السياحه على مصر، وهنقارن في السياحه ما بين 2003 ل 2018 وتاثيرها على الناتج القومي لمصر. طبعا كلنا عارفين ان السياحه هي اللي بتاثر على الناتج القومي، وكل ما السياحه ما انتعشت عندنا جزء بينور في ميزان المدفوعات، اول ما بيحصل دروب الجزء ده بينطفي على طول. ومن اساسيات عندنا ان احنا بنعرف اقتصادنا مظبوط ولا لا ان احنا بنقارن ده بميزان المدفوعات اخر السنه. خلينا نقول ان السياحه رقم واحد عندنا لانها القطاع الاساسي وبتشمل فيها قطاع العقارات. السياحه عندنا اول ما بيحصل دروب في الاقتصاد بيحصل دروب فيها على طول. ازاي؟ يعني احنا من اول 2003 ل 2018 على مدار 15 سنة حصل تقلبات كتير في الاقتصاد القومي بتاع مصر. التقلبات دي كان ليها نواتج سلبية كتير في مراحل كتيرة، وطبعا اول ما بيحصل نتيجة سلبية على الاقتصاد اول قطاع بيتأثر عندنا هو قطاع السياحة، وعلشان كده ده لازم يكون من اول اهتماماتنا. قطاع السياحة أول ما بيتأثر معناها إن نسبة البطالة عندنا بتزيد، ومجرد إن نسبة البطالة بتزيد بتأثر عندك بعد كده على التضخم وعلى نسبة الكساد في المبيعات والمشتريات فيما بعد. بتأثر كمان على السوق العقاري بس مش بشكل سريع، لأن إحنا قبل كده اتفقنا إن السوق العقاري يمرض ولا يموت. السوق العقاري يمرض يعني بنقف شوية وبنزيد نسبة بسيطة، لكن السياحة أول ما بتتدمر بتدمر معاها كل شيء. علشان كده نصيحتي لكم النهاردة إن مش مصر بس أو المسؤول بس عن السياحة هو اللي يسوق للسياحة، المفروض كل مواطن في بيته لازم يكون بيسوق للسياحة. طبعا تسويق السياحة ده رقم واحد عندنا عن طريق الشبكات المعلومات وعن طريق البريد الإلكتروني ازاي بنسوق فيه، او التسويق الالكتروني ازاي بنسوق عنه، وعن الكلمة الحلوة اللي احنا بنشهد بيها لمصر. زمان كانت السياحة مجرد اهرامات، مجرد معابد وشوية اثار، لكن الوضع بعد كده اختلف. السياحة عندنا بقت قرى سياحية، السياحة بقت الجونة، بقت ساحل حشيش، بقت حاليا في 2018 وفي اهتمام كبير جدا ودي كانت مفاجأة للعالم كله، الساحل الشمالي، واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالساحل الشمالي وانه يضغط على نسبة السياحة في مجال اخر او في جنب اخر غير شرم الشيخ. بس خلينا عارفين ان شرم الشيخ والغردقة والجونة دي من اساسيات، او هنقول سينا والبحر الاحمر دي من اساسيات السياحة عندنا، لان السياحة عندنا مختلفة عن اي بلد. اي بلد ايا كان بتعتمد على المناظر الخلابة عندها او بتعتمد على منظر المباني، الا ان مصر بتعتمد على حاجة تانية خالص. مصر الدولة الوحيدة اللي فيها جو معتدل بالنسبة للروس، الالمان، الفرنسويين، ايا كان مين الدولة، احنا عندنا جو معتدل مش موجود في بلد تاني. يعني خلينا نقول مثال ان تايلاند فيها مناظر سياحية قوية جدا، لكن الجو فيها ما يتقعدش فيه. احنا عندنا في فترة الشتاء السياحة بتزيد في البحر الأحمر وبتزيد في الأقصر والأسوان. يعني بنستغل السياحة عندنا بطريقتين، أول حاجة الآثار الحضارة، تاني حاجة المناظر الخلابة، وبعد كده بنستغلها باللون الأصفر والأزرق، الرمال والجبال والبحر. السياحة عندنا موجودة في كل بلاد العالم، السياحية بتكون مهمة جدا للفرد. ازاي مهمة للفرد؟ لو الفرد ده جاي لنا من بره فهي مهمة لينا احنا، لانها بتؤثر على وجود العملة داخل بلدنا. يعني مجرد ما السياحة بتنتعش العملة بتكون متواجدة بكل سهولة، واول ما بيحصل تأثير عندنا في السياحة بيبتدي ان العملة بنفتقدها، وقلنا ان بيحصل عندنا مشاكل تانية. طيب خلينا نقول حاجة تانية، السياحة الداخلية. السياحة الداخلية غير ان السياحة الخارجية ابتدت تنتعش في 2018، الا ان السياحة الداخلية انتعشت وبكثرة في خلال اخر سنتين، وده كان ليه تأثير اخر على القرى السياحية، لان السياحة الداخلية هي النفسية اللي احنا بنعيش فيها. اي حد
أو أي مواطن بيكون تحت ضغط أثناء الشغل لازم يفصل بيوم أو اتنين وإن يروح يتفرج ويستجم ويستمتع ببلده. بلدنا أصبحت من أول القرى أو من أول الدول اللي فيها قرى سياحية. طبعا لازم نناقش برضو جزء مهم جدا، الجزء ده هنبتدي ان احنا نطرحه النهارده مع ضيفنا وضيفكم المهندس النهارده، ونعرف تأثير السياحة عليه مع إلهام الزيادي. أول حاجة من الحاجات دي ان المفروض لو أجنبي اشترى جوه مصر وما لقاش القرى اللي اشترى فيها هيحصل ايه؟ ولو مصري اشترى جوه مصر وما لقاش الوحدة اللي اشتراها هيحصل ايه؟ عندنا جانب كويس جدا في السياحة وعندنا جانب متساب في السياحة. الجانب دوت بينطبق تحت شريحة معينة مش موجودة في باقي الشرايح، الشريحة بي. الشريحة دي بيشتكي منها جزء كبير من الناس. الجزء ده ان الناس بتشتري في مناطق سياحية عشان ترفه عن نفسها وفي الاخر ما لقيتش حاجة. وهنقارن نفس المواطن ده لو اجنبي اشترى في اي مكان سياحي وما لقاش القرى او ما لقاش المباني. لازم النهارده نلاقي رد على الكلام ده علشان نعرف احنا واصلين لفين. هنطلع دلوقتي على فقره السوشيال ميديا ونعرف بعض تعليقات الناس عندنا اثناء الاسبوع الماضي عن طريق الفيسبوك، واللي ملحقش يبعت لنا اي حاجه يبعت دلوقتي. هنشوف دلوقتي بعض الفقرات عندنا من الناس اللي موجوده معانا وبايه كلامهم عن المناطق، خصوصا النهارده انا جايبه المناطق السياحيه. اول فقره عندنا ان في ناس عرضت رجاء تحل اول مشكله معانا التسليم شهر 12/2017 ولم يتم التسليم ولا تكمله البناء ولا يوجد لاسئلتنا لديهم الرجاء التواصل. طبعا احنا النهارده دي شركات موجوده جديده فما حبيناش ان احنا نذكر اسم الشركه لغايه ما هننزل ونعمل التقرير بتاعنا مع الناس. الناس دي شاريه في مناطق سياحيه مش شاريه في مناطق سكنيه، وعايزين نقارنهم بالاجنبي اللي اشترى داخل مصر ولو ما لقاش وحدته، ونقارن المصري اللي اشترى داخل بلده وما لقاش وحدته. هنشوف دلوقتي الفقره الثانيه، عايز اعمل مداخله للشكوى من مستثمر يدعي او يعني مش عارفه يدعي ايه، هي مش واضحه عندي، فرغلي عن تسليم شاليهات بقريه سياحيه. اسم القريه احنا مش حاطينه لاكثر من 13 سنه وتقاعس، وهيئه التنميه السياحيه سحبت الارض والقريه دلوقتي بقت خاصه او بقت، يعني خلينا نقول ان برضو نفس المشكله ان مش موجود الوحده بتاعه العميل. تسليم خلال 2018 واحنا في 2000 والتسليم في خلال 2017 واحنا في 2018. وبيقولوا كمان ان بيوجد صور، والصور دي فعلا اتبعتت لنا على الصفحه واتبعت لنا فيديوهات، وبما يخص المسج دي القريه مقلوبه مكان للمخلفات محطوط فيه مع مباني. المشروع الرساله اللي بعدها بيقول ان في مشروع من احدى لم يتم تسليمه منذ 2017، والتسليم كانوا بيقولوا كلام كتير وما ادوناش اي حاجه وذاكرين اسم الشركه معانا. ده ناس من ضمن الناس اللي المفروض يستلموا في 2017 وبرده ما استلموش. طيب خلينا نقول ان المحل المشكله دي مش في ايديا، لكن انا بحاول ان انا اساعدكم عن طريق الاسئله بتاعتكم او عن طريق الشكوى بتاعتكم واعرضها. وايا كان ايه هو نوع الشكوى لازم هيكون ليها حل. الحل ده امر واقع لازم المفروض ان يحصل مراجعه عليه من الدوله او من القيادات المسؤوله في الدوله او من المحافظين على الناس اللي ما بتديش تتسلم، زي ما احنا ما بنحافظ على جزء معين لو الاجنبي هو اللي ما استلمش. وده هيكون محور النهارده حلقتنا والمقارنه ما بين المصري والاجنبي في التسليم. خلينا نقول ان في الغردقه في قريه من القرى، والقريه دي كانت بتشتغل فيها مجموعه من الانجليز هي اللي كانت بتسوق،
والمفروض ان في اجنبي واحد او واحد انجليزي عمل شكوى ان القرية اتأخرت في التسليم شهرين. القرية لحد الان واقفة. خلينا نقول في شرم الشيخ قرية ومشهورة جدا والمحافظ موقفها، وانا على استعداد تام ان اقول اسم القرية الحلقة الجاية. المحافظ موقفها علشان مخالفات 2 سنتي وعليها مشاكل كتير، واجبروا صاحب القرية برد الفلوس للناس الاجانب، لكن المصريين لحد الان والمشروع ده بقاله اكتر من 10 سنين لم يستلموا شيء. المشروع ده واضح جدا ومعروف جدا للناس، بس الاجنبي اخد فلوسه والمصري قاعد لغاية دلوقتي بشوية حيطان لا داخل فيها مرافق ولا داخل فيها اي حاجة. هنخش في جانب اخر وهو جانب راس سدر. راس سدر المفروض انها تبع سينا وتبع شرم الشيخ، وهي من اكتر الاماكن اللي بيكون عليها مشاكل، بالرغم ان المفروض ان سينا تكون من اكتر الاماكن اللي فيها حاجات بتتحل. شرم الشيخ لو حصل فيها مشكلة المحافظة على طول بتنزل، لكن راس سدر فيها مشاكل كتير جدا ولا حول ولا قوة. اول حاجة خلينا نقول بعض القرى اللي موجودة في راس سدر ناس كتيرة بتشتكي منها، ومش بقول كل القرى في راس سدر، بس ناس كتير بتشتكي منها عن التسليم والناس اللي عملت مرحلة وقلنا سايبين 8 مراحل والناس اللي اخدت فلوس الصيانة وما عملتش بيها حاجة. وفي قرى بعد ما كانت بتتباع ابتدت تتحول من قرية بتتباع الى قرية بها مخلفات، وكان الجديد ايضا حاليا ان ظهر 3 قرى في السخنة. مين المسؤول عن الكلام ده؟ مين المفروض يحل الكلام ده؟ فين المتابعة وفين الرقابة؟ الله اعلم، بس احنا محتاجين ان احنا نعرف، وهنتكلم في كل حلقة لغاية ما نعرف الناس او المواطنين اللي في ليفل معين او في شريحة معينة بيدفعوا فلوس مش عارفين ياخدوا حقهم، لكن الناس التانية اللي هي فوق او قادرين ياخدوا حقوقهم بمجرد تليفون، دي اللي مشكلة. من ضمن المشاكل اللي موجودة معانا ان في ناس كانت عملت لي مداخلة في الحلقة، ودي كانت تاني حلقة معاكم، وقالوا ان عندنا قرية وما استلمناش وابتدوا يتكلموا منها كتير، وكانت الناس اللي انا بتكلم عليها قاعدة في دبي. قاعدة بتواصل مع الناس وبشوف اخر الاخبار ايه، لقيت منهم 2 اخدوا فلوسهم وبعتوا لي رسالة بالكلام ده وهظهرها معاكم فيما بعد. اخدتوا فلوسكوا ازاي؟ هما ابتدوا ان هما يتفاعلوا معانا ويدونا الفلوس؟ لا، اصل انا في حد تقيل قوي عمل لهم مكالمة واخدت فلوسي. بقيت الناس اتواصلت معاهم اصل هما ما عندهمش حد خالص. هنطلع دلوقتي نشوف جي ام ريال استيت بتقدم ايه نصيحة النهاردة، ونرجع لكم تاني لنا في العقارات حديث، ولكن بعد الفاصل. شركة جي ام بتنصحك بالخطوات دي. لو كنت نويت انك تستثمر فلوسك في العقارات، لازم تعرف ان في 3 اهداف من الاستثمار العقاري. 1، استثمار عقاري قصير المدى، وده انك تتجه للمدن الحديثة وتختار المساحة الاكثر طلبا عليها في السوق ومطور عقاري تثق فيه، ولازم يبقى معاك مستشار عقاري يقدر يحلل السوق وقتها ويقول لك على انواع ومساحات الوحدات الاكثر طلبا. 2، استثمار عقاري طويل المدى، وده بنختار فيه الوحدة الاكثر تميزا من حيث الموقع والخدمات والرفاهيات المجمدة داخل الكومباوند، ولازم برضو يبقى معاك مستشار عقاري عشان يرشح لك افضل مشروع عشان تقدر تحط فلوسك فيه وانت مطمن. 3، استثمار عقاري بهدف الايجار، وده بينقسم الى 3 اقسام. 1، وحدات سكنية، ويفضل الاماكن القريبة للجامعات بحيث انك تقدر تأجرها للطلبة المغتربين ودكاترة الجامعة والعاملين بيها. 2، مكاتب ادارية، وبنختار الموقع على حسب حجم الشركات الموجودة بالاماكن المراد للاستثمار فيها. 3، محلات تجارية، وبنختار الموقع بناء على عمل احصائيات بعدد السكان بالمنطقة المراد للاستثمار فيها. لو بتفكر تستثمر في مجال العقارات، لازم تحدد النوع المناسب ليك من ال3 انواع دي، وتختار مستشار عقاري محترف يقدر يرشح لك الانسب ويختار معاك المكان والمساحة والهدف من الاستثمار. موسيقى
تعتبر السياحة في مصر من أهم مصادر الدخل القومي، بما توفر من عائدات دولارية سنوية ومكافحة للبطالة عن طريق توظيف شريحة واسعة من المصريين في السياحة. وتعد مصر من أبرز الدول السياحية في العالم، بما تستحوذ عليه من أعداد السائحين الوافدين من العالم، وتميزها بوفرة المزارات السياحية على اختلاف أنواعها وانتشار المعابد والمتاحف والأثار والمباني التاريخية والفنية والحدائق الشاسعة على أراضيها. لأن مفهوم السياحة قد تغير في الكثير من دول العالم، وأصبح السائح يبحث عن المناطق الترفيهية، وهو ما يوجد ويميز مصر الآن في القرى السياحية بما يملكه قطاع السياحة من غرف فندقية وقرى ومنتجعات سياحية. في كل حتة في بلدنا حكاية مستنياك، روح عيشها وصورها على هاشتاج This is Egypt وخلي العالم يعرفها زي ما انت شايف. رجعنا لكم تاني ومعانا ومعاكم ضيفنا وضيفكم النهاردة المهندس الهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري والغرف السياحية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. أخبارك النهاردة كويس؟ الحمد لله. الحمد لله. خلينا أول حاجة عايزين إحنا النهاردة بنتكلم على السياحة. وبنقارن السياحة ما بين وتأثيرها على مصر والناتج القومي من أول 2013 ل 2018. طب ما ناخد قبل كده سوري من اول 2003 2003 لغاية 2018 في ظل الازمات اللي مرت بيها مصر الاقتصادية والدورات الاقتصادية اللي مرت بيها. هي طبعا قبل 2011 كان نصيب السياحة من الناتج القومي بطريقة مباشرة 5.6%، وغير مباشرة 6.2%، يبقى المجموع 11 وحوالي 7%. تمام. فضل على هذا الـ يعني النسبة بقت لغاية حتى 2011، وبعدين ابتدت في الهبوط. ابتدت في الهبوط من أول 2011 تقريبا، من أول أكثر سنة بعد 25 حصل فيها سنة 16 2016 ده كان أكثر أسوأ سنة للسياحة بالظبط، تقريبا وصلت يعني حاجة و40% الحقيقة كانت نسبة خطرة جدا. احنا نزلنا لإيراد إجمالي إيراد 3.5 مليار دولار، وكان 12.5 مليار دولار في 2010. طب حضرتك عارف ايه السبب ان هي يدخل الهبوط ده؟ هو الهبوط كان له عدة اسباب، طبعا اهمها الطيارة الروسية اللي وقعت 31 اكتوبر 2015، والانجليز حطوا امبارجو يعني منعوا السفر الى شرم الشيخ، ده اثر على الصورة العامة للسياحة. فابتدت تهبط السياحة، ما شفناش سنة طبعا اسوأ من سنة 2016. 2017 بدأت تتعافى شوية، ولكن طبعا السياحة الروسية ما جاتش لسه دخلت ولا لغاية دلوقتي، ولا السياحة البريطانية اللي هي جاية إلى شرم الشيخ. طبعا لما بتقول لهم ممنوع شرم الشيخ الناس بتخاف، عامة لما تقول حتة ممنوع بيخافوا من باقي، فالسياحة قلت من بريطانيا، وبريطانيا ما لهاش أي عذر إن السياحة تقل منها، يعني روسيا مفهوم عشان الطيارة اللي حصل. انجلترا منعت السياحة لشرم الشيخ قبل روسيا بيوم، يعني احنا كنا في لندن وكان في معرض دولي اسمه WTM، وحصل هذا واثناء زيارة الرئيس الى انجلترا. طبعا ده عمل دروب جامد جدا، لكن في نفس الوقت بقى بعد 17 ابتدينا نلاقي ان الجنسيات التانية بتزيد، يعني الالمان بيزيدوا. طب ما هو الالمان ما هو برضو اوروبيين مش خايفين على نفسهم. في السنين اللي فاتت كانت اكبر نسبة عندنا كانت الروس، كانت الروس ويليها الانجليز وبعديهم الالمان. النهاردة طبعا الالمان نمرة واحد. تمام. وبيزيدوا بارقام جيدة جدا.
بعد الجنسيات بقى ابتدت تزيد، ما كانتش زي ده في الاول زي اوكرانيا مثلا. اوكرانيا وصلنا اكتر من 800,000 زائر في السنة، وده رقم لا بأس به، وما كانش منتظر من بلد زي اوكرانيا، وبتزود طياراتها باستمرار. هو كان في سبب معين او عملوا حاجة معينة بلان معين علشان السياحة تزيد عندنا تاني، ولا هي جت كده بظروفها؟ الحقيقة لا، هي بتيجي بظروفها يعني بزروفة. خلينا برضو نتكلم بأمانة، هي جت في الفترة اللي يعني 16 17 جت بظروفها. احنا كان عندنا ردود افعال وليس افعال، يعني سؤالك في مكانه، ان احنا المفروض يكون عندنا خطة، انا عارف انا رايح فين وليه وازاي، خصوصا ان السياحة الدخل نسبة الدخل كبيرة قوي معتمد عليها، خاصة في العملات، وبعدين السياحة ما بتكلفكيش مادة خام، يعني دي برضو نقطة مهمة جدا صافية. بالظبط، وبتشغل وبتسبب في عمالة، حاجة تانية ودي طبعا. بقى جزئية هامة جدا، يمكن العمالة انخفضت في السياحة بطريقة بالجزء المباشر الى في حدود 60%، وده رقم كبير جدا، ده رقم مهول. في الغير مباشر انخفضت بنسبة اقل، وصعب حصرها في الوقت الحالي، اللي هي الغير مباشر يعني نصيب مثل المج في السياحة، نصيب ازازة المياه الغازية في السياحة، يعني المياه اللي بتشربيها المية العادية، جزء كبير كان بيروح للسياحة. يعني لو فرضنا ان كل سائح بيستهلك ازازتين، حتى ازازتين في اليوم، اتأثرت طبعا. طب حضرتك شايف ان في ارتفاع في المواد الغذائيه، وفي ناس كتير بتشتكي من الموضوع ده، هل ده ليه مرتبط بالسياحه؟ لا، لان احنا طبعا الدولار معروف ان قيمته زادت بالنسبه للجنيه بعد التعويم، فكل حاجه زادت، فبالنسبه للسائح ما تاثرش، يعني ما زلنا، ودي طبعا مش حاجه نعتز بيها، ان احنا تاني ارخص مقصد سياحي. طب حضرتك قلت ان هم مش مخططين الوضع، ما كانوش مخططين، ولسه طبعا احنا يعني كنا وضعنا خطة، لكن الى الان مش شايفين لسه ملامح خطة جديدة. لازم يكون في خطة، لازم يكون في. حضرتك مش شايف ان دي من اساسيات ان احنا نوضع خطة، لان احنا عندنا جزء كبير من الدخل بيأثر على الناتج القومي، بيأثر على ميزان المدفوعات، اقتصاد الدولة، ان دي بتكون من اساسيات ان احنا ندرسها؟ ده اكيد، ده علشان المواطن كمان المصري، لانه مؤثر على العيشه بتاعته. بالظبط، ولما في خطه يجب ان احنا نفهمها. يعني احنا كان في الفتره اللي مضت الخطه مش مفهومه، يعني او ما هياش خطه. واعترضنا طبعا، لان ما هو مين اللي بيبقى مسؤول عن الجزء ده؟ حاليا وزاره السياحه، وزاره السياحه وهي التنشيط، ولكن فيما سبق يعني للاسف انا حضرت طبعا عذره كتير، وحضرت سنين طويله يعني اكتر من 40 سنه في السياحه، لا كان بيبقى في خطه بيضعها القطاع الاعمال، بقول قطاع الاعمال يعني القطاع الخاص والقطاع العام مع الوزاره، لكن الوزاره ما تقدرش تحطها بناحيه علميه فقط او بناحيه نظريه، يجب انها توضع مع قطاع اللي هو حاسس اللي هو بيشتغل، اللي عنده خبره فعلا، اللي هو بيجيب الفلوس. بالظبط، اللي بيشتغل فعلا. بالظبط. طيب القطاع ده حاليا منفصل عن الوزاره؟ حاليا ما اقول لحضرتك حاجه، هو سبب الانفصال طبعا جاي ان بقالنا من سنه 2015 تم حل الاتحاد المصري للغرف السياحيه والغرف. وطبعا ما كانش في اي سبب لحل كل الغرف، لكن هو اصلا عدد الغرف قد ايه؟ خمسه زائد الاتحاد، الاتحاد بيجوب الغرف، وده اللي انا كنت برقصه. عندنا خمس غرف، اللي هي غرفه الفنادق او الشركات السفر والسياحه، وغرفه المنشات السياحيه اللي هي المطاعم، غرفه السلع السياحيه اللي هي البازارات، وغرفه الغوص، فهم خمس غرف، وفيهم الاتحاد بقى بيبقى بيشرف على هذه الغرف. فعدم وجود غرف ما فيش صوت طالع للقطاع خالص. يعني عدم وجود غرف بقالنا قد ايه؟ بقالنا دلوقتي ثالث سنه من سنه 15 يعني 16 17، والمفروض ان احنا قطاع السياحه عارفين ان هو من اهم يعني القطاعات في مصر.
اتحاد الزراعه موجود، اتحاد الصناعه موجود، احنا في اتحاد طبعا مؤقت بالتعيين، لكن الاتحاد ده قانونا ليس من سلطته غير انه يمشي الامور لغايه ما ينتخب اتحاد وغرفه، طبعا الاتحاد والغرف، الغرف اللي تنتخب قبله وبعديها الاتحاد، وهم دول اللي بيصبح قرارهم هو اللي ساري، فهم المفروض دول بيمشوا بس الامور المستعجله. اذا حتى الاتحاد ما بيحطش خطه، فده الوضع كما هو الان. لكن هذا لا يمنع ان السياحه بتجيلنا بقى، ده عند ربنا بقى يعني. هي ابتدت تزدهر في 2018 بس مقارنتها بمراحل معينه هي لسه ما ظهرتش، لسه ما ظهرتش. لو قارناها ب 2016 و 2017 لا طبعا لغايه نص 2017 تقريبا هي ابتدت تشم نفسها في اواخر 2017. ده مش السياحه بس، لا ده السياحه قطاع السياحه والقطاع العقاري، وابتدى يخش كمان انتاج. السياحه طبعا اهم حاجه اللي نادينا بيها من فتره طويله وتمت، اللي هي الامن. الامن من غير امن ما كانش يمكن يكون في سياحه. فالحقيقه الخطوات اللي اتخذت في سبيل ان الامن يستتب دي طبعا خطوات هامه جدا، وبدونها ما كانش هيبقى في سياحه. يعني حتى لو انخفضت 16 ده اسباب يعني خارجه عن ارادتنا، لكن ما فيش شك ان في امن. الامن بقى لازم انقل الصوره دي في الخارج، وحضرتك في اول الحديث اثرتي الى شبكات التواصل الاجتماعي، وهي دي الطريقه المثلى اللي تكلفتها معقوله. طب احنا دي مش مهتمين بيها، يعني هي دي رقم واحد المفروض انها بتدخل لنا السياحه، واحنا عارفين ان اي حاجه لو جينا ننتجها او اي برودكت المفروض رقم واحد التسويق الالكتروني. احنا السياحه كلها بتعتمد على التسويق الالكتروني واراء الناس جوه البلد. بالظبط. حضرتك شايف ان فيها اهتمام؟ لا، هي ابتدت اخيرا على الانستجرام، يعني هي تنشيط السياحه كان لها نشاط اخيرا على الانستجرام، وهذا طبعا شيء يعني لازم نقوله، ودي نقطه كويسه. وانا كلمت رئيس الهيئه وقلت له يعني كويس ان ابتدينا نتخذ خطوه، كان لازم ناخدها من 5 سنين. حضرتك كلمته امتى؟ من حوالي 10 ايام اول ما رجعت، انا كنت مسافر لسه جديد يعني. الموضوع كلمت احمد وقلت له يعني بهنيك، وده لازم نستمر بقى، يعني ده جزء ولازم نستمر فيه ونشوف بقيه الوسائل التواصل الاجتماعي، دي احدى الوسائل. حضرتك متوقع ايه للسياحه على مصر، او تاثير السياحه على مصر خلال من اول السنه دي لمده كام سنه قدام؟ مش هنحدد كام سنه بالظبط، بس خلينا نقول في فتره 4 سنين او 5 سنين متوقع ايه لمصر في السياحه؟ طبعا احنا عشان عارفين الوضع هنا، يعني انا كنت قريت دراسه عملها منظمه السياحه العالميه للقطاع الخاص. هناك منظمتين للسياحه العالميه، منظمه حكوميه اسمها UNWTO يعني United Nations، والتانية اللي هي WTTC اللي هي منظمة السياحة العالمية التابعة للقطاع الخاص. فده رقمهم كان تشاؤمي للغاية لما قريته، أنا اتخضيت. يعني كانوا متوقعين إن سنة 27 مش هنوصل حتى ال 12 مليون ال 15 مليون اللي كانوا عندنا. سنة 27 اللي جاي. 27. فأنا طبعا اللي هو المفروض الأسعار فيها بتزيد سنة 2027 لو وصلنا كده تبقى كارثة. لا احنا هنوصل 15 مليون في ظل ان الأسعار بتزيد، في ظل ان الجنيه ثمنه بينخفض. الجنيه ثمنه بينخفض بالنسبة للخواجة الأسعار بتقل. بالنسبة للخواجة الأسعار بتقل، لكن احنا كعائد، لا احنا طبعا كعائد للدولة حتى هو العائد لا هو العائد. شوفي هنقارن بين حاجتين بقى، بين نوعين من السياحة. هو في طبعا كذا نوع من السياحة، ولكن هناك نوع العائد بتاعه ضعيف جدا اللي هو سياحة الشواطئ، وهي دي طبعا اللي عندنا فيها أكثر عدد من الفنادق الممكنة. طب احنا معانا مداخلة. أيوة. أستاذ الدكتور محمد من القاهرة. دكتور محمد. أيوة. أهلا بحضرتك. أهلا بيك ستي. أولا أنا بحيي صديقي وأخي العزيز إلهام زياد. اهلا وسهلا. جميل من سنين مضت. انا محمد صوبي. اهلا يا محمد، ازيك؟ اهلا بحضرتك حبيبي. اهلا. كله تمام؟ الحمد لله. هو حضرتك بمنتهى البساطه، ده تعبير انا قلته من زمان، اتفضل. مصر دوله غنيه سياحيا
وفقيرة سياحية. ازاي؟ لان مصر فيها كل مقومات سياحة. انا راجل مش غريب عن القطاع. تمام. دامي احنا وتزامنا ناس عواجيز يعني من زمان. بلاش السياحة والطيران الاثنين مع بعض. وانا كان عندي شركة طيران خاصة. صح. وقفلتها. المهم حضرتك ان احنا فقيرة سياحيا لان حتى تاريخه ليس هناك اهتمام كافي بقطاع السياحة. طيب من جانب الدولة والاعتماد الكلي على القطاع الخاص، والقطاع الخاص ما يقدرش يقدف لوحده، وبنهتم بأسواق اعتيادية كل مرة وبنبعد عن أسواق واعدة، ما بنروحش معارضها زي جنوب شرق آسيا. رحنا فيتنام مرة واحدة وانا عندي مكتب هناك في فيتنام وما رحناش بعد كده، ودي معارض سنوية فيتنام تعدادها زي مصر، وفي خط سياحي شغال خط طيران لماليزيا وفيتنام. الصين ابتدت يدوبك دلوقتي تبعت بعض الوفود، وبنعمل كوارث في موضوعات السياحة والتنشيط، وبنتعاقد مع شركات وبندفع لها فلوس، وللأسف ما بتقدمش مصر بصورة كويسة. طيب حضرتك شايف المشكلة حلها ازاي؟ يعني احنا قطاع السياحة كلنا يعني مثلا مع احترامي لكل الآراء، كان في مساعدة للوزير مدام عادلة رجب، دي من الخبراء في المجال من قديم الأزل، اشتغلت مع 4-5 وزراء وحاليا استغنوا عنها. دي ست في منتهى النشاط، ويمكن الأخ إلهام يتفق معايا في هذا الكلام. متفق؟ أنا بسمع طبعا. متفق. طيب ماشي. اتفضل كمل. وفي حاجات كتير جدا حضرتك، السياحة دي المفروض تدرس من أول كي جي 1 ازاي نعتني بالسائح. ده حقيقي. عندك اسرائيل جنبنا، وياما رحت انا والهامي وزملائنا في القطاع، عدينا ورحنا عند ايلات او هيرسيليا على ما اذكر الهامي، وهناك في حضرتك معهد تدريبي للعاملين في القطاع السياحي. احنا مش مهتمين لحد النهارده بالتصفيق، وخصوصا ان اسرائيل من الدول اللي بتحاول تنافس مصر بكل المنافسات علشان تسحب السياحه، وخصوصا اللي بينزلوا في شرم الشيخ علشان يروحوا هناك. لا ده 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 ده, ده, ده حتى في قناه السويس عملوا حاجات كتير علشان يسحبوا من عندنا المراكب والسفن وكل حاجه. السائلات كلها اول عن اخر 6 كيلومتر. وزراء سياحه من ايام فؤاد سلطان طبعا هم اللي اوجدوا النشاط في القطاع السياحي. احنا ما بنرجعش. دكتور محمد احنا عايزين من حضرتك سياحي. دكتور محمد احنا عايزين من الكلام يعني زي ما بيقول لحضرتك الاتحاد قاله 3 سنين ملوش تكوين. ازاي؟ طب احنا عايزين من حضرتك راي مباشر على الهوا، ايه اللي ممكن يتعمل علشان نمشي السياحه؟ خبراء في قطاع السياحه. صح. يتعمل مجلس، كان يتعمل مجلس لم ينعقد الا مره واثنين وثلاثه ومحدش سمع اراء. يجب المتخصصين هم اللي ينهضوا هذا النشاط، زي الاستاذ الهامي وزملائنا كثيرين من الخبرات اللي قضوا عمرهم في هذا المجال. محدش بيسالنا نعمل ايه، ما احنا موجودين. تمام. انا كنت عضو في كل مجال الطيران المدني. تمام. احنا المعلومه بتاعت حضرتك وصلت لنا. الناس دي بارائها وهي اللي تقول ايه، والوزاره تسمع لارائهم وتنفذ اللي هم عايزين. ازاي اهم قطاع اللي بيقولوا عليه قاطره على الاقتصاد المصري يقعد 3 سنين بدون اتحاد؟ وده حقيقي، وده القطاع اكتر قطاع بيؤثر علينا في ميزان المدفوعات. انا متشكره لحضرتك جدا يا دكتور محمد، والمهندس الهامي هيرد علينا. هي دي مشكله ولا مش مشكله؟ لا اكيد مشكله طبعا. مشكله اكيد مشكله. احنا عندنا جانبين في مصر ناقصين، ده جانب اقتصادي والجانب الاهتمام بالسياحه. صح؟
أيوة. الجانبين دول أنا شايفة إن مفيش اهتمام بهم أصلا. مفيش اهتمام بالسياحة، أنا هتكلم عن الجزء حضرتك اتكلم عن الجزء واضح جدا طبعا إن مفيش اهتمام بالسياحة. الجانب السياحي هو بيأثر على الاقتصاد طبعا، مع جزء من المنظومة يعني الاقتصادية. احنا كل ما بنيجي نحتاج نعمل حاجة في الاقتصاد بنقول ما عندناش رؤوس أموال، ما عندناش رؤوس أموال، طب احنا عندنا جانب يدخل لنا أموال ويدخل لنا عملة بنفتقدها. أقول لحضرتك حاجة، النهاردة احنا بننادي إن يجي لنا استثمارات من الخارج. طيب في مستثمرين في مصر كتير. هل رأينا هؤلاء المستثمرين اللي وقعوا في مطب السياحة بقالهم 7 سنين ان احنا نساعدهم؟ لا، ما حصلش. نهائي. في وعود كتير حصلت، لكن في الاخر ادي لحضرتك مثل. البنوك الحكومية جالها تعليمات من محافظ السيد محافظ البنك المركزي، وهو اول من عمل مبادرة ان احنا يخفضوا الفوائد ويأجلوها. حصل بقى مبادرة جديدة قال لك طيب احنا هنشيل الفوائد خالص للي هيدفع فورا قبل 18، قبل نهاية 18. وده بيشجع؟ لا، ومين معاه يدفع فورا اذا كان واحد بقاله 7 سنين ما اشتغلش؟ لا، ودي تناقض. بندفع كده. طب احنا هنشوف تقرير دلوقتي وعايزه حضرتك تعلق لي عليه بعد ما يخلص التقرير. تحويشة العمر وتعب السنين بيستحلوه أصحاب الشركات العقارية في النصب بدم بارد ومبررات سخيفة وضحايا لا حول ليها ولا قوة. دفعت على واخده شاليه، واخده فيلا بدورين 115 و56، وبدفع القسط لحد المكتوب في العقد لحد المده، وبعدين ما لقيتش فيه نتيجه ولا لقيت حتى اي حاجه يعني توحي اني فيكون فيه، فعملت وقف اقساط، وقفت القسط، وده احنا منتظرين بنعمل اللي علينا وربنا يكللها بالنجاح. في 2013 كانت المرحلة الأولى اتبنت، واحنا اشترينا على بناء على المرحلة الأولى، يعني احنا بدأنا نتعاقد بناء على المرحلة الأولى. عملنا حضرتك يعني انا مثلا متعاقد بالظبط من 10 2013، المفروض استلم في 4 2017، لغايه دلوقتي مفيش. قعدوا عملوا دعايه كدابه ورحنا شفنا الارض اتلدها جبل وقالوا خلاص هتستلموا، انا اصول هستلم في 2016 في نص 2016، لغايه النهارده نيجي وقول كدابه بكره ده بعد تاخدوا فلوسكم. لا، اصل في اعطاء، ما فيش بونا، في الكلام ده، هم ناس كدابين. حضرتك القريه بتاع اللي اسمها مينا ريزورت بعدينا ب 80 كيلو خلصت واتسلمت بعدينا ازاي يعني؟ يقول لك ما فيش حاجه. سلمت سنتين. يقول لك اصل النفق ما حدش بيعدي من. طب القريه دي اتبنت ازاي؟ احنا جبناها. ومصنع الاسمنت بتاع سينا شغال، ما خدش منه اسمنت ليه طالما عايز؟ متعاقد من 2014، ميعاد تسليمي عدى بقاله سنه. رحنا كل الاماكن اللي ممكن تتخيلها لغايه رئاسه الجمهوريه، اعضاء مجالس الشعب تقريبا 50% من مجلس الشعب بعتنا له الكلام دوت، ومفيش حد حرك ساكن. رحنا الاموال العامه ما عملتش حاجه، رحنا للنائب العام ما عملش حاجه. حلم عيالي بيتبخر بالشركه دي. كان المفروض تستلم امتى؟ السنه اللي فاتت، وغير لي عقد وعندي عقد شاليه المفروض استلم السنه اللي فاتت، وشاليه السنه دي ما استلمتش، ومفيش حاجه اتبنت منهم. انا دلوقتي في 2018 والشاليهات موجوده فعلا، ورحت شفتها وكل حاجه، وهم مش راضيين يسلموها لي، وانا مسدده كل الحاجات وكل الاقساط، ومعليش اي حاجه خالص، معيش اي التزامات ماليه ولا اي حاجه. وكل ما اجي لهم يقولوا لي ايه، لا اما حضرتك تاخدي الفلوس على دفعات زي ما انت دفعتيها على 4 سنين، لا اما حضرتك بقى تصبري اما نبقى نجهز الشاليهات. الشاليهات دي مش جاهزه، اصل احنا الكمائن مقفوله وما اعرفش ايه وكلام كده فارغ مش موجود. احنا من سنتين سافرنا، الشاليهات دي فعلا موجوده، وانا دخلت الشاليه بتاعي دلوقتي قفلوهم وحطوا عليهم مفاتيح مش عايزين يسلموا حد، وانا مش عارفه اخر الموضوع ده ايه. شركات النصب العقاري مسلسل هندي لم يكتب له نهايه حتى الان. آلاف الضحايا سنويا يتم استغلال حلمهم في الحصول على شقة بسعر مغري. هذا ما حدث مع ضحايا هذا التقرير والذين تقدموا بأكثر من 3000 بلاغ ضد صاحب الشركة العقارية تتهمه بالنصب والاحتيال على المواطنين منذ عام 2012 وحتى عام 2017. كان معكم آية مصلحي، برنامج وزيرة العقارات، قناة LTC. حضرتك شفت الكلام؟ أنا اتصل عليك.
انت بتنصب عليك. طب انا اتكلم اقول ايه؟ لا 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 الحقيقه بستبعد دي حاجات عقاريه. انا لا ده دي قرى سياحيه كلها. قرى سياحيه ما انا مش عارف هي فين. طيب قرى سياحيه في راس سدر وفي السخنه وفي الساحل واسماء ليها اكتر من في اللي ليه اكتر من 5 مشاريع وكله ما فيش حاجه وفي اللي وصل ل 13 مشروع وبرده ما فيش حاجه. ونفس الناس دي ليها كرة موجوده في شرم الشيخ وموجوده في الغردقه بيبيعوا الاجانب. اسكان ولا اسكان؟ لا سياحيه. لا ما هي القريه اسمها قريه سياحيه. ولكن هي اساسا اسكان. يعني فيها جزء فيها جزء اسكان و طيب انا هقول لك حاجه. احنا بس انا عايز اسال حضرتك سؤال. الصوره دي لو احنا بنقول عايزين نسوق السياحه في العالم. والصوره دي ظهرت في التسويق بتاعنا. في صور اكتر من كده بس اصل ما بنظهرش احنا الاسكان الحقيقه في يعني السنه الوحيده اللي حاولنا كسياحه بقى نسوق اسكان اللي هو تسوق في الغردقه وفي شرم الشيخ لما كان مصرح للاجانب التمليك في شرم الشيخ. النهارده مش مصرح للاجانب. طيب هل ينفع ان يعني مواطن او مش مواطن يعني اجنبي يطلع بهذه الصوره؟ لا قطعا انا مش موافق. بقول لك هيتاخد قرار فوري بمعالجه الامر صح؟ هي شركات انا برضو بحددها شركات اسكان في الواقع وبيبقى جزء من المشروع انه يبني فندق. و90% ما بيبنيش الفندق وبيبني الاسكان بس للمكسب في الاسكان. ده لو بنى الاسكان. ده لو بنى فندق؟ لا هو بيبتدي بياخد مشروع في بعض المشاريع دي مش تبع او في منها تبع لهيئه التنميه السياحيه وفي مش تبع للمحافظات. تمام. فالمشروع بيقول لك انا هبني قريه سياحيه فيها اسكان وهبني وسطها فندق. تمام. دي وضعها بيبقى ايه؟ ما انا هقول لحضرتك ده بقى اوحش من كده. هو بيبني حتى الاسكان وبينسى الفندق لان الفندق العائد بتاعه بيجي على فترات طويله. اما مكسب الاسكان فهو عشان ياخد التراخيص بيقول انا حابب فندق. انا في امثله كتير. الرقابه هنا مين المفروض بيراقب على ما حسب بقى لو المحافظه او هيئه التنميه السياحيه. طيب زي ما حضرتك ما شفت وبعدين بقى لا ما في اخطر من كده. النصب شغال برضو في الاسكان وفي كل حاجه بس ده ما بيأثرش. انا شايفه ان الموضوع عادي وقلت لي انا اتنصب عليا. ما انا بقول لحضرتك اتنصب عليا بالتحايل مع بنك وشركه مؤلات. طبعا مش هقدر اقول الاسم ولكن تحايل من البنك وشركه المؤلات واترفضوا الناس اللي في البنك. لكن انا ما طلعتش بحاجه. فده بيحصل وطبعا القانون لا يحمي المغفلين. انا مغفل كنت بس دول مجموعه من الناس مش مغفلين. اوكي دي ناس انا بقول على نفسي اشترت وبصت على ارض وبصت على ورق وكان في جزء تسويق غير شريف في الموضوع ده. ايوه واشتروا وقاعدين بقالنا انا بقالي شهرين عماله بجيب فيهم والناس مبهدله الدنيا على السوشيال ميديا ونزلوا على الاهرام وراحوا للنائب العام وبهدلوا الدنيا وعملوا بروباجندا جدا وما خدوش ولا كان حد سامع ليهم صوت. لا انا سامع حاجات بس مقابل ان لو اجنبي اتاخر عليه التسليم وهو اللي شارف بلدنا واتاخر عليه التسليم بيتاخد معاه موقف وقتي لصوت واحد. ليه؟ لا انا يعني انا عاوز اقول لحضرتك حاجه. يعني 90% من مشاريع الاسكان غير تابعه لوزاره السياحه. غير تابعه لوزاره السياحه. جزء ضئيل جدا لان احنا كان شرطنا او الفكره الاساسيه اللي طرحها فؤاد بيه سلطان الله يمسيه بالخير يعني اللي هو اعظم وزير سياحه جه مصر كانت بيع الارض بدولار عشان الناس تبني فنادق سياحيه. ما كانش خالص. احنا معانا مداخله استاذ احمد. الو مساء الخير. مساء النور. بحب اشكر حضرتك جدا دكتور جنى انك تديني الفرصه. انا مهندس اشتغل في الاستثمار العقاري. طبعا قبل اي حاجه بمسي على دكتور الهام. اهلا وسهلا. يا ريت يا استاذ احمد تخش بالسؤال لان احنا تقريبا وقت الحلقه بينتهي. تمام. طيب اوكي. انا من ضمن الملاحظات اللي انا بعلق عليها دايما وبتواجهني في السوق العقاري
ان بيكون في دايما المستثمر بيحاول يلعب مع العميل في حته ودايع الصيانه. دايما ودايع الصيانه المفروض لما بتتحط، والنقطه دي مهمه جدا لان هي يعني احنا بنتكلم على السياحه والمظهر الخارجي لمصر والمظهر بتاع الكره السياحيه، مهم جدا مش ان انا ابني القريه، ان افضل محافظ على مستوى القريه اللي انا بنيتها، وافضل محافظ على الليفل، وعلى كل ما بطلع خطوه لازم احافظ على المستوى ده. تمام. فبالنسبه لودائع الصيانه المستثمرين للاسف العميل بيحط ودائع الصيانه بتروح للشركه بيبدا يشطب بيها ويبدا يشتغل بيها، ما بيحطش ودائع صيانه بيبقى النتيجه ان الخدمات بتبقى شبه معدومه، يبدا مستوى القريه يهبط، يبدا مستوى العميل يبقى عنده نفور من المكان، يبدا الاسعار تقل، يبدا يبقى في خسائر، تبدا القريه تقع خالص. فدي مشكله دايما مفيش ضوابط ليها قانونيه، والعميل ما بيبقاش فاهم حاجه زي كده خالص، يعني ما بتبقاش واضحه قدامه. وللاسف المستثمر بيبقى مامن نفسه في العقد جدا من الناحيه دي وما بيتعرضش لاي. استاذ احمد حضرتك قلت لي عندك شركه استثمار عقاري صح؟ مظبوط. حضرتك بتسوق للمشاريع دي ولا حضرتك عندك مشروع وبتشتكي من المجاورين ليك؟ لا هو اوريدي يعني انا بشتغل في التسويق وممكن بنشتغل في مشاركات وشغل مفتوح شويه، بس هي الفكره كلها ان النقطه دي واجهتني كتير جدا في معظم المشروعات اللي انا بشتغل فيها، ان العميل دايما بيشتكي من الخدمات، بيشتكي من التسليم، وللاسف في بعض المستثمرين برضه من المشاريع اللي انا بتقابلني ان العميل مثلا بيشتري بسعر معين. في بدايه المشروع مثلا يبقوا له سعر معين يتاخروا عليه في التسليم، العميل يقلق ويخاف، يبدا يرجع له فلوسه، بيخصم منها، وفي نفس الوقت فلوسه قيمتها بتقل، وفي نفس الوقت ما بياخدش فلوسه مره واحده، ده بياخدها على اجزاء. الموضوع عندنا صيانه بس ولا بيحصل نصب؟ يا فندم؟ الموضوع عندنا صيانه بس ولا بيحصل نصب؟ لا النصب ده كتير جدا للاسف، وللاسف مفيش ضوابط تحافظ على حقوق العميل، والحاجات دي انا بشوفها بتحصل قدامي، يعني انا معاصر حاجات كتير وحالات كتير زي دي. فبعد ما بياخدوا الفلوس من العميل والفلوس تقعد سنه واثنين والفلوس تشتغل وتدور معاهم في شغل تاني، يبدا يرجع للعميل فلوسه اللي دفعها بعد فتره بيكون القيمه بتاعت الفلوس انتهت. انا متشكره لحضرتك يا استاذ احمد، وحضرتك ممكن تسيب رقمك في الكنترول وهنتابع مع حضرتك ونعرف ايه الشركات اللي حضرتك بتشتغل معاهم وعندهم هذا الدروب. حضرتك هنرجع لحاجه مهمه جدا وهي ان احنا عايزين اهتمام للجانب السياحي، احنا عشان وقت الحلقه تقريبا خلص، عايزين اهتمام للجانب السياحي لان الجانب السياحي بيؤثر على الاقتصاد القومي صح؟ انا يا ريت لو حضرتك تطلع معايا في حلقه قادمه ويكون معانا دكتور محمد ونعرف ويكون معانا حد اقتصادي ونوضح قد ايه الجزء ده بيأثر على الاقتصاد ولازم بيأثر على سمعه البلد كمان وبيأثر على سمعه البلد. وقتنا مع حضرتك النهارده انتهى، وكان نفسي بجد اكمل مع حضرتك اكتر من كده لان احنا بنتكلم على جانب مهم جدا في السياحة والعقارات الاتنين مربوطين ببعض. ان شاء الله هنكمل جزء السياحة في حلقة قادمة من ضمن الحلقات بس هتكون باستفاضة. شكرا لكم على حسن استماعكم النهاردة للحلقة، وياريت لو اي حد عنده استفسار يبعت لنا على الفيسبوك واحنا هنرد عليه فورا.